مرحبا بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. الحقيقة الواحد كتير يسأل نفسه، الكنيسة والكتاب المقدس دايما بيعلمنا أن نظرتنا تكون لفوق، أن احنا لينا وطن تاني، أننا ما نشتهيش أي حاجة على الأرض، وكل حاجة دايما تحصل أو نروح لأب اعترفنا أو المرشدين الروحيين يقولك حياتنا على الأرض هنا دي وقتية، لك لازم يكون ليك نظر أبعد، لازم تبص للسماء. طيب يا ابونا انا هنا على الارض عايش، عندي التزامات وعندي احلام وعندي طموحات، هل كل ده بيتعارض مع نظرتي انا للسماء؟ هل ده بيتعارض مع ايماني؟ هل ده بيتعارض مع اني لازم ابني عشان يكون ليا حياه فوق الوطن السماوي؟ هل ضد ان انا اكون انسان عايش على الارض ليا حقوق ولازم اعرفها وعندي احلام وطموحات لازم احققها؟ طب ما زمان ربنا وعد ابونا ابراهيم بالارض وقال له انه هيكثر نسله والارض يديها له، ازاي ممكن يعني نقتدي بأبونا إبراهيم؟ إزاي ممكن نعمل زيه لما عاش على الأرض بوعد ربنا لكن في نفس الوقت ما كانش متمسك بأي حاجة، ما كانش عنده شغف بأي حاجة، بيعيش وبيستمتع وبيجتهد وبيجاهد لكن عنده وطن تاني؟ المعادلة دي نعملها إزاي؟ ده اتكلم عنه بولس الرسول في رسالته للعبرانيين أصحاح 11. تعالوا نتعلم أكتر ونعرف أكتر ونجاهد إن إحنا تكون نظرتنا للسماء. بيسعدنا ويشرفنا مهندس مراد اسكندر الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم وقديس أثناسيوس الرسول مدينة نصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا جدا. أهلا بيكم. نشوف حضراتكم السادة المشاهدين آية جميلة من أصحاح 11 من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين ونرجع تاني. ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. الإصحاح ده من أهم الإصحاحات في الرسالة ومن أهم الحقيقة إصحاحات العهد الجديد، لأنه بيتكلم عن الإيمان العملي وبيديك إيمان، بيكلمك عن الإيمان، تاريخ الإيمان كمان وفي العهد القديم وإزاي حصل مع أبائنا وإزاي بالإيمان قدروا يعدوا أمور تبدو للإنسان صعبة، تبدو للإنسان يعني مستحيلة، لكن بالإيمان قدروا. فبشمهندس لو حضرتك في البداية تقول لنا أو تدينا نبذة عن هذا الإصحاح الجميل. هي رسالة العبرانيين أصلا كتبها بولس الرسول للمسيحيين اللي هم من أصل عبراني. عبراني يعني من بني عابر اللي هو جد إبراهيم، يعني لليهود العبرانيين اللي هم اليهود. فالمسيحيين اللي هم أصل عبراني بعد ما أمنوا ابتدوا يحنوا للعهد القديم، حنوا خصوصا للهيكل. فالإصحاح 11 دون اتكلم عن الهيكل وقارنوا بين ملكوت السماوات أو أورشليم السماوية. يعني هم صعبان عليهم يسيبوا أورشليم، هم طردوا طبعا المسيحيين من أورشليم بعد استشهاد استفانوس، اتشتتوا فحنوا الأورشليم وحنوا كل حاجة في العهد القديم يعني. فجت رسالة بولس الرسول للعبرانيين عشان بس يعمل لهم المقارنة، وهي لا تقارن بين نعم العهد الجديد اللي هي كانت رموز ليها في العهد القديم. عبرانيين 11 قارن بين أورشليم وأورشليم السماوية. يعني هي الآية اللي معانا بتقول ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل. يبتغون جاية من كلمة الغاية أو الهدف، يعني عندهم هدف، يستهدفون وطن أفضل. أي سماويا، يعني أي وطن في العالم موجود في الأرض، في قارة من قارات الأرض، لكن في وطن أفضل اللي هو في السماء. أورشليم دي كانت سكن الله مع الإنسان، فيها الهيكل، والله درج الإنسان في السكنة معه. يعني أول سكنة لله أصلا كانت في جنة عدن مع الإنسان، بعد كده كان يتقابل مع الإنسان على المذابح، مذبح مثلا إبراهيم، نوح، المذابح. بعد كده بقى سكن الله في خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع يعني اجتماع الله مع الإنسان اللي ادى الرسم بتاعها لموسى ينفذ الرسم. بعد كده اتطور سكن الله أو سكن الله مع الإنسان في الهيكل، هيكل سليمان. وبعد كده بقى سكن الله مع الإنسان في الكنيسة، كنيسة العهد الجديد. كل دي كانت رموز في الآخر هتوصلنا لسكن الله
السكن الحقيقي، المدينة التي لها الأساسات اللي هي أورشليم السماوية. تمام. إن الإنسان يعتبر إن وطنه مش على الأرض أمر يبدو كتير قوي صعب، يعني صعب إن الإنسان يتخلى، وصعب إن الإنسان يحس إنه هنا مالوش حاجة، وساعات يا إما نعملها بشكل حرفي اللي هي يعني زي أبقى الرهبان تركوا العالم وراحوا وتوحدوا في الصحراء وعاشوا حياة كده بقى أنا وطني في السماء، لكن كل واحد فينا هو عايش على الأرض وعنده الاهتمامات والالتزامات والمسؤوليات، إزاي ممكن يعمل ده وفي نفس الوقت يبقى عارف إنه مش من هنا وليه وطن تاني؟ هي الكتاب المقدس شبهنا زي الإنسان اللي عايش غريب في بلد. يعني تخيل واحد مثلا من دولة تانية وعايش في مصر. فهو غريب عايش في مصر ويعيش بقوانين مصر ويعيش عيشة المصريين. لكن في الآخر مش ده وطنه. هو غريب. عشان كده بولس الرسول بيشبهنا إن إحنا سفراء. نعيش عادي وكل حاجة بس عارف كويس إن أنا مش ده وطني. أنا ليا وطن سماوي. الإصحاح 11 معانا والآية اللي احنا جايبينها النهاردة دي آية رقم 16، ال 15 آية اللي قبليها بيقولوا كلام حضرتك. يعني في ال 15 آية بيتكلم عن إبراهيم إن ربنا وعده بحاجة اسمها أرض الموعد. طب. اللي هي أرض كنعان. فاسمها أرض الموعد يعني ربنا هنا وعده بيها. لكن إبراهيم بيتقال لنا في ال 15 آية اللي فاتت إن هو كان ساكن في الخيمة ورفض يبني بيت. يقول بالإيمان الآية 9 بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه. أنتوا وارثين الأرض دي، ده ربنا اداها لكم. يقول لك لا نسكن في خيام لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات. يعني من أيام إبراهيم وهو صاحب أرض الموعد، أول واحد رجله اتحطت في أرض الموعد، يقول لك لا أنا منتظر المدينة التي لها الأساسات. وعايش وكان راجل غني ومعاه رجالة تحارب، ده في موقعة قدر العمر حارب أربع ملوك وانتصر عليهم. وكان غني وعنده الغنم بتاعته، كان راجل غني جدا، لكن برضو عايش في الخيمة. المهم القلب. صحيح. هو يمكن هنا في الإصحاح كله بيتكلم عن أبطال الإيمان، بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، قدم هابيل لله ذبيحة، بالإيمان نوح لما أوحى له. فكرة الإيمان يمكن أنا بسترجع برضو رسالة يعقوب وهو بيتكلم عن الإيمان وإيمان بدون أعمال ميت، لكن هنا بيتكلم عن الإيمان وفي آية مهمة يمكن إحنا حتى عدنا في سي تي في نزاحها فترة كده بصوت دكتور ثروة كانت تقول اللي هي آية 6 ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. قيمة الإيمان ومكانة الإيمان في حياة الآباء الأولين وإزاي نسترجع هذه القيمة في حياتنا إحنا. هو ربنا أهم حاجة عند أو الحاجة يمكن الوحيدة اللي عايزها من الإنسان هو الإيمان. إن أثق في الله وأتكل عليه. لا يمكن إرضائه. يعني أنا بشوف الجملة دي برضو يعني كنت يعني أول ما سمعتها برضو كانت شدتني من فترة فعدت جبتها جملة صعبة يعني. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أثق وأؤمن مثلا أن السيد المسيح هو الإله المتجسد. ما عنديش الإيمان ده مثلا خلاص أن إزاي هبقى لي علاقة بربنا أصلا. لو ما عنديش الإيمان أن أنا لي وطن سماوي ومنتظره، طب انا عايز السماء في ايه وانا عايز ملكوت السماوات ليه اصلا؟ ما انا ما عنديش الايمان ده. بص حضرتك في الايه 13 في نفس الاصحاح في ايه جميله قوي عن الايمان. في الايمان مات هؤلاء اجمعون كل القديسين وهم لم ينال المواعيد، ما خدوش المواعيد. هو مات ولسه عايش في الخيمه، بل من بعيد نظروها وصدقوها. دي الايمان بقى. وحيوها. الله. حيوها مش معناها حيوها عاشوها، لا حيوها يعني جاية بالإنجليش and welcome them from a distance. يعني يعني سلموا عليها، شافوها من بعيد، حيوها يعني سلموا عليها. يعني هو عنده الإيمان ده. إبراهيم 2000 قبل ميلاد المسيح شايف أورشليم السماوية وبيحييها ومنتظرها. الله. الحياة الواحد لما يشوف ده يديله
يعني مش هقول بس الإيمان، لكن فكرة أنك تبقى منتظر برجاء، يعني أنا واثق أني ليا مكان، واثق أن بعد الموت في حياة. فكرة الثقة دي بتخليني أعيش الحياة. وأنا يعني في ناس للأسف يا فكرة الموت دي بتخوفهم وبترهبهم، وحاسس أن كده حياتي هتبقى بتخلص، وليحس أن عجاله تجربة أو مرض يدخل في نوبات اكتئاب من خوف ومن الموت. لكن اللي ليه نظر أبعد اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي بولس الرسول اتكلم عنها، بتدي للإنسان رجاء بيفرق جدا في حياته. فالرجاء قد ايه ممكن ينجينا من فخ كبير قوي ممكن الشيطان يوقعنا فيه؟ هو في حقيقه ثابته في جميع الايديولوجيات اللي في العالم حتى عند الملحدين اللي هي الموت. ما فيش حد بيفاصل ان في موت ولا ما فيش موت. أيوة. بس في ناس بتخاف وناس ما بتخافش. ما هو امتى بقى ما اخافش؟ ماذا بعد الموت؟ اللي بيخلي الشهداء بيقبلوا على الموت والاستشهاد عشان عنده الايمان ان في حياه افضل بكتير في مدينه سماويه منتظره يعيش فيها مع المسيح. حضرتك كنت بتتكلم على ابونا ابراهيم، نتكلم على 2000 سنه قبل الميلاد، انه هو شايف حاجه. ففكره ان انا شايف ده بيديني ثقه. قد ايه ربنا بيدي رؤى من انواع مختلفه طبعا، واعلانات لناس لمسوا ده بجد. احنا مش بنتكلم على مجرد خيالات ان هيبقى الحياه اللي بعد كده هيبقى فيها وفيها وفيها. ما هو عشان الخيالات دي أو الإيمان ده جه الإصحاح اللي وراه بقى عبرانيين 12 إدانا 10 علامات للطريق للسماء. يعني إحنا نعتبر حياتنا على الأرض ده الطريق إلى السماء. أيوة. إلى أورشليم. ففي إرشادات زي علامات المرور إن أنا ما تهش في الأرض، إرشادات على الطريق. 10 علامات في عبرانيين 12 تخللنا بقى الإيمان ده إزاي يبقى عملي وأضمن ان انا اوصل لبقى. ايه هم يا فندم؟ ايه هي الارشادات؟ مثلا التشبه بابطال الايمان اللي هم الشهداء او القديسين اللي رقدوا. يقول كده في ايه واحد، فكل بقى خلاص كله في عبرانيين 12 اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا. يعني لو انا حاسس ان انا حواليا شهداء بارواحهم نفسي هتتفتح ان انا مش لوحدي. دي حاجه. بالتخلص من الاثقال والخطايا المحيطه بنا. زي ايه؟ زي بالون مثلا وعايز يطير، بيبقى متربط حواليه داير ما يدور اكياس رمله اثقال، فيفك الاثقال دي او اكياس الرمله دي عشان البالون يبتدي يطير. قالها ازاي؟ لنطرح كل ده الايه واحد، لنطرح كل ثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله. ان احنا نجاهد وبصبر يعني بنفس طويل، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. نجاهد يعني النمو في الفضائل والخدمه. كل دي إرشادات. 4 النظر إلى شخص يسوع المسيح. دي آية 2 في عبرانيين 12. طول ما نعيني على المسيح دي تديني رجاء. قالها في إصحاح 6 إن شبهها إيه؟ إن المسيح ده عامل زي الهلب اللي اترمى في أورشليم السماوية وأنا ماسك الحبل بالهلب ده فبشد. سماها الهلب، الهلب اللي هو المرساة. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. الجهاد لغايه اخر نسمه في الحياه، انك تفضل طول عايش عمال تجاهد ضد الحروب الروحيه. يقول كده ولم تقاوموا بعد حد الدم مجاهدين ضد الخطيه. قبول الضيقه، احنا حياتنا فيها ضيقات والام. كأب يؤدب ابنه، دي مهمه قوي دي بقى. يعني دي لو قلنا عليها دي نمره 6. يقول ايه كده في ايه 7؟ ان كنتم تحتملون التاديب يعاملكم الله كالبنين، فاي ابن لا يؤدبه ابوه. ايه اهميه الكلمه دي؟ الله بيتعامل معنا كأننا أبناء. أنا ما فرحش بكلمة إن أنا ابن ربنا والله أبويا بالمعنى العادي ده، لا. الابن معناها وارث. طب أنا هورث إيه؟ هورث بيت أبويا. طب أبويا بيته السماء، يبقى أنا طالما أنا ابن لصاحب هذا البيت يبقى أنا وارث السماء. بس إيه فندم فكرة التأديب؟ يعني البعض بياخد فكرة التأديب أن الله بيعاقبني، وحتى يمكن علماء النفس والمتخصصين في العلاقات الأسرية بتاع قالوا في فرق ما بين فكرة التأديب والعقاب. إيه يقصد بيها التأديب اللي حضرتك قلتها؟ أولا التأديب من الأب، دي تفرق كتير قوي. الأب وهو بيأدب ابنه معناها دي مصلحة ابنه اللي هو ابنه مش عارفها، ولو ابنه مشي فيها من غير تأديب هيضيع ابنه. يعني التأديب مش عقاب، مش أذية. إيه؟ يعني زي مثلا في وقت الامتحانات والأب شايف ابنه ما بيذاكرش راح واخد منه الموبايل. ده بالنسبة له دي ضيقة عظيمة. يعني زي تاخد من الموبايل. بس لما خد منه الموبايل
عشان يذاكر، فلما ذاكر ونجح وراح مديله الموبايل تاني، هنا نجح بسبب تأديب أبوه. فهو التأديب دون لمصلحتنا إحنا، والله بيبقى قلبه بيتقطع وابنه بيتألم، بيشاركنا في كل حاجة وبيشيل عننا كل حالة حمل أثقالنا. صح يا فندم، إحنا أوقات أفكارنا عن الروحيات ثقافة شعبية لا ليها علاقة بالكتاب ولا بالإنجيل، فيقول لك ربنا عايز كده، تشوف واحد بيموت وبيتقطع يا عيني ويقول لك ربنا عايز كده، وكأن ربنا عايز يأذينا أو يعاقبنا. لا، ربنا لو عايز الآية كده، الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. ربنا عايز إيه؟ ربنا عايزنا للسماء. أصل هو أجمل حاجة في حياة السماء إيه؟ إن هي أبدية. أبدية يعني إيه؟ أنا لو مهما أعيش على الأرض 100 سنة 120 سنة، لو أنا معمر حط جنبها أبدية. فلو أنا، وعلى فكرة بقى الحياة في أورشليم السماوية دي الحل، دي الحل لأي مشكلة في العالم. يعني واحد مثلا اتولد بعاهة أعمى مثلا، أو حصلت له حادثة وفقد الطرف من أطرافه، أو وقع في ضيقة أو في ظلم، يقول لك مش مهم، ما الأعمى ده أول ما هيفتح شايف المسيح. صحيح. فالحياة الأبدية أو الرجاء في السماء دي هتخفف كل الضيقات والآلام، وهي الحل الوحيد للضيقات والآلام. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا على هذه الكلمات القيمة، مهندس مراد اسكندر الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر. ألف شكر. أهلا بك، نورتنا يا فندم. شكرا لوجود حضرتك معك. نخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل، وبعدها هنرجع نشوف التعاون والتعاون المثمر والكبير بين الدولة والقطاع الخاص في التطوير العقاري.